عشاق المستديرة تابعوا أمس حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، وتأجل الحفل اللي حمل اسم الكشف بعض الوقت. ليش؟ لأن كان في أمطار غزيرة وعاصفة رعدية في مدينة ميامي الأمريكية، ولكن يعني هذه الأمطار اللي تساقطت على 20 أو أكثر من 20,000 متفرج يعني خلت الحضور بالعكس يحضر وبكثافة، وكان حضورهم مميز. وكان أحد الحضور هو مالك نادي إنتر ميامي اللاعب السابق ديفيد بيكام، اللي لعب كقائد مانشستر يونايتد وريال مدريد، واللي فضل اعتزاله كمان في إنتر ميامي وامتلك نادي إنتر ميامي. وبالتالي يمكن كان في كلام كثير أن ميسي حيمشي على مسيرة ديفيد بيكام لأنه أخذ أسهم في النادي بالإضافة إلى شركات ثانية. ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات راح ينضم لتشكيلة الفريق في الأيام المقبلة لبدء تجربة جديدة اللي جاءت بعد عدم التواصل الاتفاق مع نادي الهلال السعودي وعدم إتمام صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي. يعني نتمنى له مسيرة موفقة والمزيد من النجاح. ويمكن يعني أنت شفت الحفل وشفنا يمكن 20,000، لو أنه في السعودية يمكن 80,000، وهذا من غير عدد المتابعات الكثيرة. صحيح. بس إحنا نقول الله يوفقه إن شاء الله.